ثم ناس النهارات بدأت تفصل فينا وبدأت تفرز، هذا محمايم وهذا صقور وهذا. فسألوني قالوا لي أنت حمامة ولا صقر؟ قلت لهم أنا أخت صقور، أنا بنت صقور، أنا أم صقور. ولكن ردوا بالكم حتى من حمايمنا، لأن حمايم سلام، لكن ماناش حمايم انبطاح، ما سلموش في حقنا. الثورة الحرية خذيناها بالدم، رفعة الراس والكرامة، دفعوا حقها أولادنا. لازمنا إن إحنا توا ندفعوا الحق، والحق وحقها شنية؟ الخدمة، المثابرة، إنهم نوفيوا إحنا بوعدنا ونعطيكم دستوركم في أقرب وقت، دستور يضمن حرياتكم، دستور يرفع راسكم، دستور ما يخلي حتى واحد يحكمكم بالغصب عليكم. كان ثم شكون يحاسبنا؟ أنتم تحاسبونا. كان ثم شكون يقول لنا اقعدوا؟ أنتم تقولوا اقعدوا. كان ثم شكون يقول لنا امشيوا؟ أنتم يقولوا لنا امشيوا. حتى واحد ما يبنوا إرادته على الشعب التونسي، فإرادتكم من إرادة الله الذي أراد لهذا البلد الحرية والكرامة، الذي أراد لهذا البلد أن يقود بلدان العالم إلى طريق آخر، طريق الحرية، طريق الكرامة. وإن شاء الله نحن ماضونا كلنا، التواصل كلنا. إنعم حركة إسلامية تساهم في أن تونس تمشي للديمقراطية بإذن الله وبإرادة الشعب التونسي. بإذن الله السلام، وبإذن الله التقدم، بإذن الله السلم الاجتماعي تجي في تونس لكل التوانسة اللي معانا واللي مش معانا، اللي صفقونا واللي عيطوا علينا. ولكن كله باحترام القانون، كله باحترام القانون. وأريد أن أنهي، أن أحيي كل الأصوات كما ولدي هذا صوت ترفع. نحب نحيي أخوتي متاع اعتصام الصمود اللي قدموا مصلحة تونس على أنفسهم، ونقول لهم إن شاء الله أوفياء أوفياء.